بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير سادة المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج شجرة الخلد، والذي يأتيكم عبر فضائية المعارف. أحييكم مشاهدينا الكرام، وأحيي ضيفي سماحة الشيخ محمد البرهاني الأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله. سمحت الشيخ، تطرقنا في الحلقات الماضية إلى المنهج، ما يخص المنهج في تكوين الأسرة، وأشرتم وأثرتم العديد من القضايا والأمور التي تتصل بهذا الموضوع. محور اليوم الذي سنضيء عليه في هذه الحلقة هو موقف الدين من الزواج والحث على الزواج. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحية عطرة لكم ولجميع الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام، حياكم الله سمحت الشيخ. تحدثنا في جملة نقاط تخص المنهج في تكوين الأسرة، وقلنا أنه كل إنسان ذكرا كان أو أنثى قبل أن يدخل في هذا المشروع المقدس، المشروع المهم، أن يفكر في هذه القضايا وفي هذه النقاط، لكي يكون على بينة أن المشروع الذي يواجهه مشروع بهذه الأهمية بهذا الحجم. ثم لخصنا مجموع الحلقات في الحلقة الماضية بجملة من النقاط. الآن نتحدث عن مسألة الزواج والحث على قضية الزواج. لعل البعض لا يرى لهذه الفقرة تلك الأهمية، ولكن عندما نعيش الواقع نجد أن هنالك بدائل. للأسف الشديد هذه البدائل تعد خروجا عن سياق الذوق الإنساني، نوعا من الوضع السقيم في الذوق الإنساني أنه وضعت جملة من البدائل بدلا عن الزواج. الإسلام حث كثيرا على مسألة الزواج، واعتبر أن ديمومة الحياة، استمرارية المجتمع البشري، النسل البشري، إن أريد له أن يستمر، إن أريد له أن يدوم، فيجب أن لا يدوم إلا من خلال بناء الأسرة ضمن مواصفات محددة، وليس التناسل عشوائيا. لعل العلم الحديث، سواء علم الأبدان أو ما يتعلق مثلا بعلم النفس أو غيرها من الأمور، نحن نتفاجأ مثلا كل فترة أن العلم الحديث توصل إلى بعض النتائج. هذه النتائج كانت كمينة في جملة من القوانين الشرعية، يعني بعد مئات السنوات مثلا بذل جهد ووصلوا إلى نتيجة، وإذا بهذه النتيجة تكون من سنخية الأمر الشرعي. مثلا على سبيل المثال، بعض الآثار الإيجابية التي تتعلق بالصوم، بالصلاة، بالسجود، بالنوم ضمن مواصفات خاصة، بالأكل ضمن مواصفات خاصة، نتفاجأ أن الجامعة الفلانية أصدرت تقريرا بعد دراسة مثلا طويلة أن الأفعال الكذائية تؤدي إلى نتائج. ثم نعود إلى الدين لنجد أن الدين قبل 1400 سنة حث على هذا الفعل. طبعا نحن لا نقول أنه هذه النظرية العلمية هي منتهى ذلك الحكم، ولكن هذا جزء من العلة. الإسلام عندما فرض قانونا علينا أن نحترم هذا القانون. لماذا؟ لأن هذا القانون لم يأتي عن عدم، ولا عن عبث، ولا عن فوضوية، وإنما الذي شرع وأسس وقنن هو خالق البشر. بمرور الزمان علينا أن نقر بهذه الحقيقة شئنا أم أبينا. ليس في ذلك عملية مصادرة للعقول. أنا أتوقع أنه بعد فترة من الزمن إذا استطعنا أن نتحرك على هذا الجانب، أن نخاطب العالم البعيد عنا، العالم الذي لا يعيش واقعنا، أن نتحدث معه عن أهمية الدين وقيم الدين، ولماذا يأمر ولماذا ينهى، تارة بصيغة الوجوب، تارة بصيغة الاستحباب، أخرى بالحرمة، أخرى بالكراهة، أن هنالك ملاكات لهذه الأحكام. في فترة من الزمن قد تكون هذه مجهولة، في فترة من الزمن قد يتوصل الإنسان إلى كنهها، يتوصل الإنسان إلى حقيقتها.
مثلا العدة، إذا مات الرجل تعتد المرأة، هل هذا حكم عبثي؟ هل هذا حكم عشوائي؟ عدة الوفاة تختلف عن عدة الطلاق. مثلا في عدة الوفاة تعتد المرأة ولو كانت امرأة عجوز، ولو غاب عنها زوجها لفترة من الزمن ثم وصلها خبر وفاته، هنالك تبدأ عدتها. مدة عدة الوفاة تختلف عن عدة الطلاق. علينا أن نبحث عن الأسباب، عن أسرار هذه الأحكام، لعلنا نصل إلى حقائق. هذه الحقائق تدعونا إلى احترام الدين، تدعونا إلى تقديس الدين. وكما اليوم مثلا عندما نحترم الجامعة الفلانية، عندما تنتج دواء، هذا الدواء لعلاج المرض الفلاني. الله سبحانه وتعالى عندما شرع لم يشرع عبثا ولا اعتباطا، وإنما ضمن قانون وضمن معادلات. هذه المعادلات أخذت بنظر الاعتبار بلحاظ المصلحة أو المفسدة المترتبة على هذا الفعل أو ذاك الفعل. البدائل مثلا هو التقارب الجنسي من دون أن يكون هناك صيغة للزواج، احترام لهذه العلاقة التي تكون بين الذكر والأنثى. الآن في الكثير من المجتمعات البعيدة عن الدين، البعيدة عن الأخلاق، البعيدة عن الذوق البشري، هذه الظواهر لم تكن بهذا الانتشار حتى في المجتمعات غير المسلمة. هذه جاءت في فترات متأخرة من حياة البشرية، يعني حتى هذه المجتمعات التي ليست هي بمجتمعات مسلمة أيضا عندها قانون اسمه الزواج، اسمه الاقتران، شرعا، عرفا، قانونا، اجتماعيا، أخلاقيا. كل ديانة، كل مدرسة لها أسلوبها الخاص، تتمايز هذه المدرسة عن تلك المدرسة. الآن هذا الاختلاط العشوائي، الآن أن تنجب المرأة طفل من دون أن تعرف من يكون هو صاحب النطفة، صاحب الحيمن الذي خصب هذه النطفة، أو لعلها تعلم من يكون، ولكن دون أن تكون هنالك رابطة أخلاقية، رابطة قانونية، رابطة اجتماعية، رابطة شرعية، وإنما نتيجة صداقة مثلا أو علاقة. بعض الأمور مثلا في الإنجاب الآن، استغلال الحيوانات المنوية، استئجارها مثلا، أو استئجار الرحم إلى آخره من هذه الأمور. بل وصل الأمر بالبشرية أنها أقرت بعض المجتمعات الزواج، زواج المثليين، يعني الذكر من الذكر والأنثى من الأنثى. بل أكثر من ذلك، أنه أقرت ولو على نحو الإقرار الاجتماعي مثلا العلاقة الجنسية بين الإنسان والحيوان. الإنسان والجماد، يعني ما نستغرب أنه من نسمع اليوم أنه بعض الشركات تصدر دمى على شكل نساء، ويكتفي الرجل بهذه الدمية. هذه البدائل الموجودة اليوم، هذه كلها مرفوض. الإسلام يرى أن النسل البشري، أن النسل البشري، وهذا سنة من السنن، يعني نزعة نفسية، حب البقاء، حب الاستمرار، حب الإنجاب، التناسل، أن هذا لا يكون إلا من خلال رابطة محددة اسمها الزواج، بما يحويه من قوانين، بما يحويه من التزامات. قضية الزواج سنة من السنن الإلهية في الخلق، كانت منذ القدم وما زالت وستبقى. انطرأ على تأريخ البشر، على حياة البشر، على سلوكيات البشر تغير، هذا نتيجة ثقافة منحرفة، نتيجة مرض أخلاقي استشرى في المجتمع. إذن الزواج دافع غريزي ضمن المعطيات الغريزية للبشر، هو يبحث عن الشريك. الرجل يبحث عن الأنثى، والأنثى تبحث عن الرجل، ليقيم علاقة. هذه العلاقة تؤسس لخلية اجتماعية مصغرة اسمها الأسرة، اسمها العائلة. يتكاثر النسل، يستديم الجنس البشري منذ القدم وإلى يومنا هذا. طيب موقف الدين سمعت الشيخ، وخصوصا الإسلام، موقف الإسلام من مسألة الزواج، هل هو في الحياة أم مشجع أم ماذا؟ الإسلام طبعا أعطى أهمية بالغة لقضية الزواج. فقهيا مثلا
حتى يصل الحال إلى مستوى الوجوب، أنه يكون واجبا شرعا على الإنسان أن يتزوج إذا كان محتاجا للزواج وقادر عليه. عندما يكون محتاجا للزواج وقادر عليه تصل المرحلة إلى حالة الوجوب. على نحو العموم، الشرع المقدس يحث البشرية، يحث الإنسان على الزواج. طبعا هو الخطاب في الزواج جاء يخاطب الرجل، يعني صيغة الخطاب، المخاطب في الخطاب الإسلامي هو الرجل، ولكن هذا لا يعني أن المرأة بمنأى عن هذا الخطاب. ولكن مراعاة للعفة والحشمة لم يأتي الخطاب ليخاطب المرأة، ولكن هذا لا يعني أن الإسلام لا يلتفت إلى حاجة المرأة للزواج أيضا، لأننا سنجد مثلا في بعض الأحاديث الشريفة التي نالت من العزوبة وأدانت العزوبة ووخبخت عليها، نصل إلى نتيجة أن هذا الخطاب حتى المرأة مخاطبة فيه. حديثنا أنه لو كان الأمر غريزيا، لو كان الأمر غريزيا، هو السؤال هنا أليس الزواج حاجة وغريزة؟ إذا كان غريزيا فلماذا تأتي الدعوة ضمن أحاديث، ضمن آيات الحث والتشجيع والتركيز على، يعني كبقية الغرائز، مثلا البطن، شهوة البطن، الإنسان عندما يجوع يتوجه إلى ماذا؟ إلى سد هذا النقص في بدنه. يعني هو تلقائيا يستجيب ويلبي هذه الحاجة تلقائيا. كما هو كمثال، أضرب مثال بالقرآن الكريم، هناك آيات تحث الأولاد على محبة الآباء واحترام الآباء، في حين أننا لم نجد آية في القرآن تحث الآباء على حب الأبناء. على حب الأبناء لماذا؟ لأنه اكتفي بغريزة الإنسان أنه سيؤدي هذا الدور غريزيا. إذن لا داعي هناك لأن توصي حريصا، هو أساسا تلقائيا يتحرك نحو ذلك. علينا أن نفرق بين الزواج وبين الجنس لكي نعرف لماذا جاءت الآيات، لماذا جاءت الروايات لكي تحث الإنسان على الزواج. الحث على سد الجوع، لا توجد هنالك مثلا ما يدعو الإنسان إذا جعت فكل، وإنما مورد الآيات، مورد الروايات هو التقنين، هو أن يرسم لك طريقا صحيحا نحو هذا الفعل وهو سد الجوع. شهوة الجنس، شهوة الفرج، أساسا هي مسألة غريزية، الإسلام لا يدعوك أن ترغب في هذا الأمر، في هذه القضية، باعتبار أن الجانب الأكبر في مسألة الزواج هي قضية بالدرجة الأولى كما قلنا في البداية. يعني الآن عندما تأتي إلى المجتمع كواقع حال، كواقع حال، المحرك الأول في قضية الزواج هو الجنس، المحرك الأول. قضية تكوين أسرة، قضية ديمومة النسل، قضية، هذه كلها أمور تأتي في مراحل متأخرة. لو كان هذا الشاب عاجزا جنسيا، نسبة تحركه نحو الزواج كم تكون؟ لعله لا تتجاوز 1%. صحيح. على أكثر الاحتمالات، وإنما 99% التي حركته هي غريزته. نعم. الإسلام لم يدعونا لكي تتحرك غرائزنا، فهي متحركة، هي تتجه نحو هدف محدد. كل ما بالأمر أن الإسلام أراد لهذه الغريزة أن تتحرك ضمن معطيات خاصة، تقنين ووضع ضوابط، تقنين طيب. أنه يجب أن تكون هذه العلاقة ضمن المواصفات طيب. الفلانية. سمعت الشيخ، سوف نكمل الحديث بعد أن نتوقف عند هذا الفاصل القصير. مشاهدينا، وقفة قصيرة ولنعود إليكم مرة أخرى، تابعونا. روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام أنه قال: لو لم تكن في المناكحة والمصاهرة آية محكمة ولا سنة متبعة لكان فيما جعل الله فيها من بر القريب وتألف البعيد ما رغب فيه العاقل اللبيب وسارع إليه الموفق المصيب.
حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم من جديد. حياكم الله سمعت الشيخ. أهلا وسهلا بكم. كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن تشجيع وحث الدين الإسلامي على مسألة الزواج، وفرقتم بين مسألة الزواج ومسألة الجنس وإشباع الحاجة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. على سياقنا في الحديث أن القضية الجنسية، هذا الرغبة في هذه الممارسة، الرغبة في ملء البطن بالطعام، هذا أمر لم نجد فيه حديثا مثلا إذا جعت فكل، هو إذا جاع يأكل لحاله، ولكن يأتي الحديث أنه إذا جعت مثلا ليأكل طعامك من الحلال، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هو لا يدعونا إلى الأكل، هو هذه الآية تدعونا إلى الانتباه، عدم الإسراف. صحيح. لأن الأكل، هذه الرغبة في الطعام، هذه الرغبة مخلوقة في ذاتنا بمجرد أن نشعر بالجوع. كذلك بالنسبة للزواج، تحدثنا عن المحرك الأساسي والرئيسي في ذلك، وهو الرغبة الجنسية المحركة نحو اتخاذ الزوجة أو نحو الأنثى. هذا يأتي الإسلام هنا ليقنن هذه العلاقة، أنه يجب أن لا تكون عشوائية، أنه يجب أن تكون ضمن ضوابط محددة. صح. حتى تبنى الأسرة بناء سليما صحيحا، لأن هذه الأسرة هي المكان الذي يصنع فيه الإنسان، وكان حديثنا عن صناعة الإنسان. فإذا كان الأمر كذلك، يأتي الإسلام ليضع ضوابط محددة. من خلال هذه الضوابط ينهى عن أي فعل يخرج الإنسان عن مساره الصحيح، ويأمر بكل فعل ليرجع الإنسان إلى مساره الصحيح. لذلك مثلا المعروف بالعادة السرية، سواء عند الرجال أو عند النساء، يعتبر هذا خروجا عن ماذا؟ عن الفطرة السليمة، خروجا عن القاعدة الإسلامية التي افترضها. أن تكون العلاقة من دون ضوابط، يعني من دون زواج، من دون قوانين تحكم هذه الأسرة، يعتبر هذا خروجا عن الطريق، فيجب أن يعود الإنسان. نحن الآن نسمع في بعض المجتمعات هنالك المساكنة. ما هي المساكنة؟ المساكنة أن يعيش رجل مع امرأة، شاب مع شابة في بيت لمدة من الزمن، لعله تتجاوز سنوات، ولعلهم ينجبون. فإذا وجد أحدهم أنه مناسب للآخر وأن الآخر مناسب له، بعد ذلك يتخذها زوجة وتتخذه زوجا. هذا أمر شاذ، هذا حرام بكل القوانين التي نتحدث عنها. الإسلام يدعو إلى الزواج أن يكون الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل، أن يكون هنالك مهر محدد، وهكذا أمور، أن تكون جملة من الشروط متوفرة حتى تصح هذه العلاقة، وتكون هذه العلاقة هي العلاقة المثالية. إنما يحلل الكلام ويحرم الكرام. الكلام. وحتى مثلا في المسيحية نجد أن هذا الأمر معهود في الكنيسة، فمنهم من يتزوج ضمن ضوابط دينية، ومنهم من استبدل ذلك بالزواج المدني، أي أنه يذهب إلى مثلا جهة محددة في الدولة، محكمة مثلا، ودون أن يكون هنالك حتى هذا اللفظ. لعل البعض يقول ما قيمة هذا اللفظ، لعلنا لم نصل إلى نتيجة إلى يومنا هذا، لأننا لم نبذل جهدا في تحليل هذه الأحكام، في فهم هذه الأحكام، لذلك نبقى مستغربين، بل في بعض الأحيان حتى مستهزئين، أنه ما قيمة كلمة زوجتك نفسي ليقول قبلت بمهر كذا مثلا، ثم يقول قبلت، ما دام هي راضية وما دام هو راضي خلص انتهت القضية بهالبساطة هذه. وكثير من الناس قامت عندهم علاقات على هذا النحو. طيب، لأننا لم نفهم السبب، سبب الحكم، علة الحكم، هذا لا يعني أننا علينا أن نتغافل عنه. لماذا هذا الأمر مثلا في بقية الأمور؟ اليوم أنا أجيب مهندس يبني لي بناية، يرسم لي فرد خارطة خاصة، أعمدة ضمن مواصفات خاصة، أقر له بكل شيء، لا عندي علم بالهندسة ولا أفهم بقوانينها ولا بأي شيء، وأدفع أموال طائلة، أدفع له أموال طائلة يرسم لي بناية، أنه يجب أن يكون الحديد بكذا مواصفات، الإسمنت بكذا مواصفات، وهكذا أقر له. لماذا؟ لأني عندي ثقة به. ما أجي أنا أقول للمهندس ليش اختاريت كذا، لازم أنا أفهم شنو السبب، لازم أعرف شنو العلة في ذلك، لا،
خلص كل ما بالمقدار أنه يحمل شهادة هندسة وأنا أقر له بذلك. الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص. أحسن، أذهب إلى الطبيب، الطبيب أيضا يكتب لي دواء. أجي أنا للطبيب أحاجج أنه ليش كتبت هذا الدواء وهذا الدواء من وين طلعي وشنو سببه ولماذا؟ لا خلص أخذ الدواء وأسكت. البعض عندما يصل إلى الدين، عندما يصل إلى الدين يبدأ هنالك بالحديث، يبدأ هنالك بالاعتراض. إذا كانت عندنا ثقة بالمشرع، إذا كانت عندنا ثقة بالخليفة الرباني، ثقة بالأنبياء، ثقة بالأئمة سلام الله عليهم، يجب أن يكون عندنا تسليم. لا يمنع أننا نسأل من باب الاستفهام، من باب بلوغ الحقيقة، من باب الرد على المشككين. أما أن نتحول نحن إلى مشككين هذا أمر مرفوض. طيب، هنالك جملة من النصوص التي تحث على الزواج. بداية نتحدث في الآيات القرآنية الكريمة، ما ورد في القرآن الكريم، لنجد دور الدين في بناء الأسرة ودعوة الإنسان إلى بناء الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. الأيامى الأيم، يقول يقال المرأة الأيم والرجل الأعزب، يعني التي ليس لها زوج. صح. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. دعانا القرآن إلى اتخاذ الزوجة. أنكحوا يعني نكاح، يعني زواج بمواصفات خاصة، وليس أن أقيم علاقة معها كيفما كان. كيفما كان مرفوض. البعض يقول الله سبحانه وتعالى موجود وأنا أقر له بالوجود وأنا أحبه وهذا الحب يكفي. لا، هذا الحب لا يكفي، هذا الحب لا يكفي. أنا إذا كنت حقيقة محب لله سبحانه وتعالى علي أن أبرز هذا الحب بالطاعة لله سبحانه وتعالى، أن أتوجه له لا كيفما كان وإنما كيفما يريد هو، وهو يريد التقرب إليه والتوجه إليه بضوابط علي أن أحترم هذه الضوابط. أما أحب كيفما أريد لا ينفع هذا الأمر. الآية الثانية في سورة البقرة يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وصف دقيق وجميل ورائع عندما يصف وجود المرأة إلى جانب الرجل ومعنى هذا الوجود ووجود الرجل إلى جانب المرأة. هذه المواصفات التي يجب أن تكون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي يجب أن تكون بمستوى تنهى عن الفحشاء، وإلا هي ليس فيها عامل قهري يدعو إلى النهي عن الفحشاء. حتى المنافق يصلي، حتى الفاسق يصلي، حتى الكافر يمكن له أن يقف ويصلي. المطلوب أن تكون هذه العلاقة بهذا المستوى، العلاقة بين الأنثى وبين الذكر. هن لباس لكم، ستر ما يدور بينها وبين زوجها، تمنع عنه الانحرافات. لذلك مثلا جاء في الحديث أنه من تزوج فقد أحرز نصف دينه. ألا نجد في هذه الآية القرآنية الكريمة دعوة خفية، كما فيها ظهور بالنسبة أن المخاطب هو الرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيه إشارة أيضا إلى أن المخاطب حتى في هذه الموارد هي المرأة. حتى المرأة، كما أن ندعو الشاب أنه لا تقيم علاقة مع أنثى إلا ضمن ضوابط شرعية، كذلك الخطاب للأنثى: لا تقيمي علاقة مع رجل إلا ضمن ضوابط شرعية. وكل كلام القرآن رائع. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. يخاطب الرجل ويخاطب المرأة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. أن هذه الحالة الزوجية هي عبارة عن انتزاع من الشريك، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يجب أن تكون العلاقة على هذا المستوى، مستوى الساترية، مستوى أن تكون الزوجة للزوج لباس وسكن، أن تكون له ملجأ، وكذلك أن يكون الزوج لزوجته على هذا. أين تجد هذه الصفات في علاقة بين ذكر وأنثى في غير الزواج؟
في غير هذا المشروع، في غير هذا البناء. هذه الآيات أيضا تدعونا في نفس الوقت، هي فيها صيغة دعوة، صيغة خطاب، أنه لتكن علاقتكم الزوجية هذه على هذا المستوى، كما قلنا في مسألة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أن الصلاة يجب أن تكون على مستوى تكون رادعة. إذا كانت صلاة حقيقية بمواصفاتها الصحيحة ستكون تلقائيا رادعة عن ارتكاب الفاحشة. كذلك الزواج، أنه يجب أن تكون العلاقة بين الذكر والأنثى بمستوى يكون الذكر لباس للأنثى وتكون الأنثى لباس للرجل، وأن تسكن الأنثى إلى الرجل، تلجأ إليه، تشعر بالأمان إلى جنبه. في العلاقات العشوائية أين يوجد هذا الأمان؟ في العلاقات المريضة السقيمة أين يوجد هذا الأمر؟ أين توجد هذه الحالة؟ بالعكس، تتراكم عند الإنسان حالة من الاضطرابات النفسية، أمراض نفسية، ولعله حتى أمراض بدنية سرعان ما تظهر عليه. يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ثم يقول في سورة الروم: ومن آياته، آيات الله سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل تجد هذا المعنى؟ هل تجد هذه القيم موجودة عندما لا تكون هنالك رابطة مقدسة بين ذكر وأنثى، وأن تعيش الأنثى حالة من الانفلات، وأنها تقضي كل ليلة في بيت مع كل إنسان أو كل فترة، وكذلك الرجل ما يترتب عليه مزيد من الدمار النفسي، مزيد من الأمراض الاجتماعية، نسل مجهول، نسل محرم نستجير بالله. هذا بالنسبة للآيات القرآنية. عندنا جملة من الأحاديث الشريفة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بهذا الخصوص. بالنسبة لأحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، يمكن تصنيفها إلى صنفين. الصنف الأول الأحاديث التي تحث على الزواج، والصنف الثاني الأحاديث الذامة للعزوبة، وكلاهما يصبان في خانة واحدة وفي أمر واحد. عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: تناكحوا تكثروا، لعله في بعض الحديث تكاثروا. الحديث الذي بين يدي نصه هذا: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط. دعوة إلى عدم عزوف الإنسان عن حالة الزواج، ولا يضع أمامه بعض الأوهام التي من خلالها يريد أن يبرر لنفسه. نعم، يجب توفر شروط، عدم توفر هذه الشروط مثل دعوة إلى الصلاة، دعوة إلى الحج، دعوة إلى الصوم. الصوم واجب، الحج واجب، ولكن هنالك شروط إن توفرت تحقق هذا الوجوب. صح. نحن نتحدث عن الإنسان في طبيعته، مثلا إذا كان متمكن، مو شرط أن يكون متمكن على نحو 100% بأبسط الأمور الممكنة. وطبعا لازم نثير هذه المسألة، أنه الآباء، أن المجتمع، أن الأهل سبب في تخلف الشباب عن قضية الزواج. تعقيد قضية الزواج صارت عبء على الشباب، لذلك يستهول مسألة الزواج، يجد أن البدائل أرخص وأكثر تنوع وأسهل، ولعله أكثر فيها متعة. وهذا تسويل الشيطان، الشيطان يسول له، يزين له فعله هذا. ولو استمر الأمر كذلك، يعني نحن أمام كارثة، كارثة اجتماعية، عندما تقل نسبة الزواج لتزداد نسبة العلاقات غير المشروعة أو العلاقات الآنية وإن كانت مشروعة، كالزواج المؤقت وإن كان مشروع، ولكن هذا لا يعد بديلا عن الزواج، هذا لا يعد بديلا. المبنى الرئيسي في الزواج هو علاقة دائمة بين ذكر وأنثى لينجبوا أبناء ويكونوا أسرة. حتى الزواج المؤقت الإسلام يتعامل معه على أساس أنه حالة طارئة، علاج آني لمشكلة من المشاكل، وليس هو الأساس في طبيعة البشر.
تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط. وعنه صلى الله عليه وآله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله. تجي حقيقة إلى بعض الشباب أنه عندما تتحدث معه عن الزواج يتكأب، تجد أمامك كتلة من الإحباط، كتلة من الهموم، حتى لعل البعض يستهزئ بنفسه أنه أنا وين، الزواج وين. حقيقة أكو حالة إحنا جاي نعيشها، هذه الحالة مو عن عدم إجت، يعني هذا الإحباط ما إجا عن عدم، هناك أسباب، هناك ظروف أسباب. اجتماعية خصوصا، ظروف اجتماعية، الوضع الاقتصادي، الوضع الأمني، الوضع التربوي، صح. أدى إلى عزوف. أحسن. الشروط التي يفرضها الأهل، لعله المشاكل، أنه الشاب الفلاني أو الشابة الفلانية شهد مشكلة بين زوجين قريبين لهما، صحيح. فصار عندهم ردة فعل سلبية من الزواج. طيب، عذرا للمقاطعة سماحة الشيخ، سوف نكمل الحديث بعد أن نتوقف عند هذا الفاصل الأخير مشاهدينا، ونعود إليكم، تفضلوا بالبقاء معنا. من جديد نعود إليكم مشاهدينا الكرام، أحييكم وأحيي سماحة الشيخ محمد البرهاني، أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. قبل الفاصل ذكرتم مجموعة من النصوص التي تحث على الزواج، ذكرتم الآيات القرآنية، ولا زال الحديث في هذا السياق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل حديثنا. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من تزوج أحرز نصف دينه، نعم، فليتق الله في النصف الباقي. هذا الواعز الجنسي الذي يحرك الإنسان، الضغط النفسي عليه، استغلال الشيطان لهذه الحاجة في نفس الإنسان التي تدعوه إلى معصية الله سبحانه وتعالى، صلاته في خطر، صومه في خطر، تقواه في خطر، إيمانه في خطر، عقله في خطر، ذوقه في خطر، مروءته في خطر. عندما يكون هذا الأمر يتحرك بشكل متدافع مستمر على نحو التصاعد، خصوصا والمجتمع يشهد حالة من الانفلات، نستجر بالله، إذن حياته كلها مهددة بالخطر. إذا اتخذ زوجة وحاول أن يترجم غرائزه هذه ويصب غرائزه هذه في المصب الصحيح، إذن هو حصن عقيدته، حصن تقواه، حصن عقله، حصن كثير من هذه الأمور. كثير من هذه الضغوط ستذهب، ستزول بزواجه هذا. لذلك يقول صلى الله عليه وآله: من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا يقول: تزوجوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج. تستغرب حين تجد بعض الشباب الذي يعتقد أنه متدين. وهذا حديث أيضا أخلاقيات المجتمع، أنه ينظر للزواج على أنه نوع من نستجر بالله، ماذا نسميه، شيء من الفاحشة، يستنكف منه، أنه يأخذه بعيدا عن الله، يأخذه بعيدا عن الله، فهو عزف عن الزواج معتقدا أن هذا سيدنيه من الله أكثر. لو كان الأمر على ما يقول هذا، ما يعتقد هذا، إذن كان رسول الله هو أولى، صحيح، أن يبقى عزبا، ولكنه اتخذ 10 من النساء. مجموع ما تزوجه رسول الله لعله يبلغ 15 امرأة. أئمتنا سلام الأنبياء كذلك، لعلنا نجد حالة مثلا، هذه الحالة شاذة لظروف خاصة ولا تعتبر سنة، وليست هي محل اقتداء، ليست هي محل اقتداء. مثلا يأتي واحد يسأل: عيسى عليه السلام لم يتزوج؟ عيسى لم يتزوج، أو يحيى، بقية الأنبياء عشرات الآلاف تزوجوا، لماذا تترك هؤلاء لتتمسك بواحد؟ هذا له ظروفه الخاصة، ولا يعتبر هذه سنة تقتدي أنت بها، هذا أمر خاص بالنسبة لهذا المورد. يقول النبي صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام، على أهمية الإسلام وعظمة الإسلام،
أعظم شيء يقول بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وفي ماله. هذه يعتبرها رسول الله سعادة من سعادات الإنسان، أن يتخذ الزوجة. هذا لا يخالف القداسة، لا يخالف النزاهة. شوف مجموعة من النساء جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، واحدة تكلمت واشتكت بلسان حال بقية النساء على الأزواج، أنه هؤلاء تركونا، تركوا النوم إلى جانبنا، تركوا العطور، تركوا الغسل، شعرهم أشعث، وجوههم مغبرة، شنو أنه طالعين إلى الجبال يتعبدون. فرسول الله صلى الله عليه وآله جمع أصحابه وخطب فيهم وقالهم أنا أتزوج وأضع الطيب وأرجل شعري إلى آخره. لا رهبانية، لا رهبانية. شنو المسألة هذه؟ هذه بالنسبة للأحاديث المشجعة على الزواج. أما الأحاديث الشريفة الذامة للعزوبة، هذا حتى يكون من باب التأكيد أنه هذه القضية مرفوضة. أنا أتحدث بهذا لأنه كثير من الشباب عندما تتحدث معه عن الزواج يقول مولانا أكو أمور أسهل، إذا على النساء أقدر أحصل نساء، ليش أدوخ روحي زوجة وأثاث وبيت؟ الآن أنا حر وطليق، شو وقت ما أقعد من النوم أنا مرتاح؟ شو وقت ما يعجبني أطلع أطلع أرجع أرجع؟ لا مسواق لا مصاريف، وين رحت وين إجيت؟ أدوخ بيها يصير ما أحب أنا الآن عندي. هذا خطأ، حتى لو كانت هذه العلاقة البديلة مشروعة، حتى لو كانت مشروعة، ولكنها خطأ. هذا يخالف الطبع البشري، السنة الإلهية في خلقه. قلنا أنه هذه العلاقات هذه تعتبر علاجات لظروف خاصة، وليست هي الحل، وليست هي الحل. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللي يقول أنا ما أتزوج هذا لا يقول تابع لي، لا يقول أنا على دين رسول الله، هذا يعيش عالم آخر مو العالم اللي أنا أعيشه. ويقول صلى الله عليه وآله: إن أراذل موتاكم العزاب. أراذل موتاكم العزاب. أنت عندك قدرة على الزواج، ولو تقترض تقترض، ولكن بالمستقبل ممكن أن توفي، زين، ممكن أن تقترض، ممكن أن تتزوج بأبسط الأمور الممكنة، إذا لماذا تعزف عن الزواج؟ أنت أيتها الشاب، أنتم أصحاب الأهل، أهل الولد أهل البني، هذا أمر شرعه الله ودعا له وشجع عليه، لماذا تضعون العقبات أمام أبنائكم، أمام بناتكم، لكي تكونوا سببا في ماذا؟ في خلق الأراذل. يقول: شرار موتاكم العزاب. لماذا تكونوا سببا في جعل العزاب الشرار؟ هذا شرار موتاكم العزاب، سواء من الإناث أو الذكور. لماذا تكونون سببا أن تحرم البنت من نصيبها في الحياة، من سهمها في الحياة، من حقها في الحياة أن تتخذ زوجا، كما أنه يحرم الولد من اتخاذ الزوجة الذي هو حقه في الحياة، هو لم يطالب شيء خارج عن المقدور، هذا أمر مقدور عليه. عندما تكون هنالك مبالغة في المهور، عندما تكون هنالك مبالغة وإجحاف في تجهيز البيوت، أنه يجب أن يكون البيت ملك، يجب أن يكون مؤثث بأفضل أثاث، طيب من الذي سيدفع ضريبة هذه القوانين؟ ربما هذه الأسباب سمحت الشيخ هي الآن منتشرة، نعم، والتي أدت إلى حالة العجوز. اتخاذ البدائل لماذا جاء؟ عندما يكون الأصل غير مقدور عليه، صحيح، فاستبدلوا هذا بتلك البدائل، وحاولوا أن يبرروا لأنفسهم. بالتالي أنت الآن تريد تسوق بضاعة، أنت صاحب شركة، زين، تخلق فرد فهم عند المجتمع حتى يشجع المجتمع على اتخاذه. صنعوا معمل الآن يصنع دمى على شكل النساء، طبيعي يزينوها يجملوها وكذا، وينطوك مبررات حتى تشتريها، ذاك ينتفع تجاريا، صح، أنت جاي تنضر دينيا أخلاقيا. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليها الأعزب، يصليهما الأعزب. ويقول عليه السلام إمامنا الصادق أيضا: من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله عز وجل. الآن حديثنا في السعي في التزويج،
ونختم هذه الحلقة بحديثنا هذا، ثم ننتقل إلى الآداب والضوابط في اتخاذ الزوج أو الزوجة. السعي من طرف ثالث أو من طرفين؟ لا من طرف ثالث، أنه هنالك طرف يجمع بين ذكر وأنثى بالحلال. طبعا هذه مسألة البعض لا يتدنى منها أبدا، نتيجة ماذا؟ نتيجة دروس وضربات وصدمات تلقاها في حياته. هو يدفع الثمن في ماذا؟ يدفع الثمن. الآن أنا أسعى، عائلة تريد بنت، أدليهم على هذه البنت، تزوجوا، عاشوا سنوات مرتاحين، لا حد خابرني قال لي عاشت يدك مثلا، والله الزاحمت، خوش ابنية جبت لنا، أهل البنية والله خوش نسيب، خوش ولد، بارك الله بك. بعد عمر صارت بيناتهم مشكلة. أهل الولد هتش من فلان شيخ هو اللي صار سبب، وأهل البنية لوموا هذا هو اللي كذا، وتجيك التليفونات بعد سنوات بعد ما خلفوا، زين أنتوا هذا العمر كله ما ذكرتوني. ثم إذا كان هذا القرار، إذا كان هذا القرار اللي يصير أنه بكل واسطة، إذا راح تتعطل الحياة. هذا واسطة قصده فعل الخير، ما توافقته مو هو السبب، هو قصده فعل الخير. زين إذا أنت تريد هذا الجانب تحاربه، إذا نتخيل الآن كم عملية زواج راح تتوقف، كم عملية زواج راح تتوقف. ببساطة مثلا يتصل بإنسان يريد بنت الابنة، أقول لا أنا ما عليه، وغيري هم يقول ما عليه، وذاك هم يقول أنا ما خصني، وهذا كذا، إيش كم حالة زواج راح تعطل؟ نسبة كبيرة بالتأكيد. أحسن. لذلك هذا الذي يدخل في هكذا مشروع، أهل البيت نظروا إلى هذا الجانب، يعني بداية هم يعرفون أنه هذا الأمر يصير، وحقيقة هذا الأمر يصير. عدم التوافق لعله يأتي نتيجة اختلاف الأذواق. أنا كل ما بالأمر سعيت، أنا لا البنت أعرفها معرفة شخصية، صح، ولا أنا المخلفها، ولا أنا عمها، ولا خالها، وإنما أعرف آل فلان عندهم بنت صالحة للزواج، وهؤلاء عندهم ابن يريد زوجة. بعد خلاص أنتوا روحوا اتفقوا، أنتوا اسألوا، أنتوا كذا. زين يسألوني، هذا أيضا سعي في الزواج، يسألوني أنه والله إحنا خطبنا فلانة، إيش تعرف عنها؟ اللي أعرفه أتكلمه. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. أنا ما أدري أكثر من هذا، أكثر من هذا ما أدري. أقولهم خوش عائلة، أكثر من هذا ما أعرف، عائلة جيدة، بنتكم. يجينا بعدين ما توافقوا، أنا شنو المسؤول عنه؟ ما أخفيت عنكم شيء خطير؟ إذا ذاك الوقت إيه أكون أنا مقصر. مثلا فلان يسألني عن بنت، أنا أعرف أن هذا البنت فيها عيب، أو هذا الولد فيها عيب، أخفي هذا العيب، أحاول أن أدلس. نعم أنا أكون شريك في الجريمة. أما في الحالات الطبيعية لا، أنا أريد أن أقرن بين رجل وأنثى بالحلال. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ حتى تعرف اللي يدخل في هكذا مشروع حجم البلوى اللي يتحملها، والاحتمالات اللي يخليها بعدين شنو راح يصير من مصائب عليه. من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله عز وجل 1000 امرأة من الحور العين. 1000 امرأة الله ينطيني مقابل هذا الفعل. نتيجة شنو؟ نتيجة المخاطر. هذا حق الخطورة في الرواتب، الدولة تعطي حق الخطورة. هذا وين يشتغل؟ يضعفوا له راتبه نتيجة هذا الخطر. هذا ثواب 1000 حورية حصل إذا قرنت بين اثنين. ليش؟ لأنه وراهم صايب راح تجيني، أكو وقت أو لا؟ يعني بحدود دقيقتين. سمعت دقيقتين. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول 4 ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما في البيع والشراء، أو أغاث لهفانا، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا. هؤلاء 4 لهم هذه القيمة. واحد منهم من سعى في تزويج إنسان أعزب. إذن يجب أن يشكر، وإن حصل شيء إن لم يكن هو مقصر يبقى هذا الإنسان محترم. خلص هو أدى ما عليه، هو أدى ما عليه. ويقول إمامنا الكاظم سلام الله عليه: 3 يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله: رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سره. هذا الدعم في الروايات، هذا السخاء في هذا العطاء، هذا الفضل الذي يتحدث عنه أهل البيت، لأن المسؤولية جدا خطيرة حقيقة. في بعض الأحيان أتوقف أنا أنه أسعى أو لا أسعى، لأنه حصل معي هذا الأمر وأكثر من مرة، أنه تصير عندك ردة فعل، ولكن ترجع بعدين من تقرأ الروايات وتجد أنه هذا بالتالي جزء من المسؤولية. الله سبحانه وتعالى مع ما أنعم على الخلق، مع ذلك الخلق يتذمرون منه. أهل البيت سلام الله عليهم مع ما عندهم من عطاء أهل البشر
أيضا ينقمون عليهم، فأسوة بهم تتحمل لا أكثر ولا أقل على أمل تحصيل هذا الثواب وهذا الأجر. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ، هذا ما يسمح به وقت البرنامج، حتى نعود في حلقة أخرى ونتناول بقية المحاور التي تتعلق بهذا الموضوع. شكرا لكم مرة أخرى سماحة الشيخ. شكرا لكم مشاهدينا على حسن الإصغاء وطيب المتابعة، حتى نلتقيكم في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.